ملكة الثلج، حكاية من التراث القديم. كان رجل شرير يعيش في مكان ما من أوروبا منذ زمن بعيد. لقد صنعتها، صنعت مرآتي العجيبة الشريرة. لقد صنع هذا الشرير مرآة. يا لها من مرآة عجيبة، عجيبة. كانت المرآة مخيفة عجيبة، إذ تعكس الوجوه بصورة مغايرة للواقع تماما، فالأشياء القبيحة القذرة تبدو فيها جميلة نظيفة، كما تتبدل فيها صورة وشخصية كل من ينظر إليها من الناس. وهكذا كان الكسل من نصيب كل امرئ ينظر إلى تلك المرآة. لقد قضيت على هذه المدينة أيضا، فدبت فيها الفوضى وسيطرت الأنانية على قلوب سكانها وأهلها. لقد انتصر الشر على الخير في هذه المدينة، وأصبحت أنا سيد هذه المدينة. المدينة لي أنا. انتصر الشر. ما هذه الغيوم؟ لن تخيف الرياح، لن أهاب العواصف والأمطار. وتحطمت مرآة الرجل الشرير، فتناثرت أجزاؤها وحملتها الرياح ورمت بها في مياه البحر، إلا أن أمواج البحر العاتية قذفت بأحد أجزاء المرآة المتكسرة إلى شاطئ جزيرة نائية، فانتهى بها المطاف في حديقة أزهار. ها؟ ماذا بك يا جيلدا؟ وخزتك إحدى شوكات الورد، أليس كذلك؟ أعطني يدك لأراها. كلا، لا تغدرني أرجوك. هل أنت الآن على ما يرام؟ نعم، شكرا لك. هذه نغمة جديدة؟ أجل، سأسمعك إياها. شيء دخل عيني. دعني أنظر. لا بأس، ربما بعض الغبار، لا تهتمي. سأكمل الآن العزف. كانت السعادة تغمر قلب جيلدا المفعم بحب كي، وكانت تحرص كثيرا على سماع عزفه الجميل، وخاصة في هذا الجو البديع الحالم. عزف رائع يا كي، لا شك أنك ستهضم موسيقيا. خذ هذه. ماذا بك؟ تبدو غريبا. خذ. لا أريد هذا الورد. كفى، ماذا حدث لك؟ لا أريدك. سحقا لهذه الورود، سحقا. كي، ماذا حدث لك؟ أرجوك لا تفعل. ما الذي ألم بك؟ لماذا تتصرف هكذا؟ هيا هيا، افسح لي الطريق. دخلت قطعة المرآة العجيبة إلى عين كي، لذا رأى وجه جيلدا الجميل البريء قبيحا، وكذلك الورود أيضا. هيا ابتعدي. يا لها من الورود القذرة. تصرف هكذا، ماذا حدث له؟ وتبدلت شخصية كي تماما منذ ذلك الوقت، وأصبح شريرا. من الذي فعل هذا؟ لن نستطيع الحصول على الماء الآن. اسكت اسكت.
هذا؟ حيل هذا الحيوان الصغير، أرجوك ابتعد عني. هيا هيا. كي؟ أنا أكرهك يا جلدة، أكرهك، أنت قبيحة. وابتعد كي عن صديقته جيلدا ولم يعد يلعب معها منذ ذلك اليوم. وسرعان ما انقضى الخريف وأتى فصل الشتاء حاملا معه البرد القاسي الشديد. وهكذا فقد كي حب أهل مدينته جميعا، إلا أن جيلدا ما زالت متعلقة به. لن يأكي كي يا ابنتي، فلنبدأ احتفالنا حالا. كلا يا أبي، إنه قادم كعادته في السنوات الماضية، فلم يتخلف مرة واحدة. حسنا يا ابنتي، فلننتظر قليلا. أين كي إذن؟ لم تعد تهمه هذه المناسبات بعد أن أصبح ولدا شريرا، كما أن شجرة العيد المنتصبة في ساحة المدينة بزينتها الرائعة بدت كريهة وقبيحة في عينيه. أوه، ما هذه الشجرة القبيحة؟ إن منظرها قبيح. أوه، ما هذه الرياح؟ من أين أتت؟ رياح قوية. أوه، ما هذا الصوت الغريب يا ترى؟ ما الذي يحدث؟ من هناك؟ أراك لا تحب شجرة العيد، أليس كذلك؟ لا، بل أمقتها. أليس لك أصدقاء؟ أبدا. فهم، لما لا تأتي معي إذن؟ ما رأيك؟ إلى أين؟ إلى مكان بعيد، تفعل ما تشاء دون أن يزعجك أحد. هيا بنا. ومن أنت؟ أنا ملكة الثلج. ملكة الثلج؟ كان الجميع يعرف ملكة الثلج، فهي تسكن البرد القارس في جسد كل من يقابلها وتجعله كالصقيع تماما. هيا يا كي، لا داعي للخوف أبدا، تعال معي الآن. هيا امشي بجانبي بسرعة. هيا تعال معي. أين أنت يا كي؟ يطير في السماء على متن عربة الجليد. شيء مضحك. صدقني يا أبي، لقد رأيته بعيني، صدقني. لا شك أنك تتخيلين ذلك يا ابنتي، فلطالما شغلك أمره في الآونة الأخيرة. هذا ما حصل بالفعل يا أمي، رأيته على متن عربة جليد كبيرة ومعه امرأة جميلة جدا. نعم، أنا واثقة من ذلك. لا شك أنها ملكة الثلج، كي يطير في الهواء. ولكن هذا ما حدث يا أبي. لا يوجد شيء من هذا القبيل، ملكة الثلج مجرد خرافة. وإلى جانب ذلك، فإن آلة عزف كي ما زالت تحت الثلج، وما علينا إلا أن ننتظر قدوم الربيع لتذوب الثلوج، فإذا رأيتها سأصدق. واختفى بالفعل كي، ولم يره أحد منذ ذلك اليوم. وشاع بين أهل المدينة أن كي ذهب ليعزف على آلته في مكان بعيد خارج المدينة، إلا أن كي لم يرجع إلى المدينة مع حلول الربيع، فظن الجميع أنه لقي حتفه. ما هذا؟ إنها آلة كي، إذن إن ما رأيته كان صحيحا، لم أكن متوهمة أبدا. نعم، سأبحث عنه بنفسي طالما لا يصدقوني. أتعرف هذا الغلام؟ كلا. حسنا، أتعرفون هذا الغلام؟ لا أظن ذلك. كلا، لم أره من قبل يا ابنتي.
شكرا. أين أنت يا كي؟ وماذا تفعل يا ترى؟ كي، لا تتوقفي أرجوك يا عزيزتي، كنت أستمع إليك بطرب، أرجوك تابعي العزف، إن عزفك جميل. ولكني لا أستطيع متابعة العزف. ولماذا؟ لا شك أنك تشكين شيئا. فهمت الآن، أظنك تشكين الوحدة، أليس كذلك؟ نعم. شاب يعزف على آلة المزمار، أليس كذلك؟ أجل، أيذكرك هذا بأحد؟ نعم، فقد أصبح هذا الشاب أميرا يا عزيزتي، أميرا. كي أصبح أميرا؟ كانت الأميرة في سن الزواج تبحث عن عريس، والعريس المطلوب يجب أن يجيد الحديث والعزف على آلة موسيقية. ثم أتى شاب ماهر في العزف على المزمار، وكان شعره بنيا ويسحب عربة جليد. تلك هي الحكاية يا عزيزتي. إنه كي دون شك. أحقا تريدين مقابلة زوجي يا آنسة؟ أجل يا أميرتي أجل. حسنا سأسمح لها. ارفعي رأسك أيتها الفتاة. حاضر. هذا ليس كي. بعد أن استمع الأمير والأميرة إلى قصة جيلدا شعرا بحزن عميق، وقدما لها عربة وطعاما كثيرا من أجل رحلتها المقبلة. وداعا، شكرا جزيلا. وبدأت رحلة جيلدا المريرة القاسية من جديد. كي؟ ذلك الغلام الشرير؟ أجل، أتعرفينه؟ لقد طردني مرة وعذبني كثيرا. شيء مؤسف حقا. لقد تذكرت الآن، رأيته يطير بصحبة ملكة الثلج فوق هذه الغابة. نعم، ولكن أين ذهب؟ أين يا ترى؟ لا أعرف. وداعا، انتظري أرجوك. من أنت؟ نحن عصابة ونعيش هنا. أعطينا ما معك من نقود واتركي العربة. انظر إلى ثيابها يا والدي، أليست جميلة؟ أستطيع أن أخذها، أليس كذلك؟ نعم نعم بالتأكيد. ما رأيك؟ إنها تناسبني. أريد أن أخرج أرجوك. اهدئي الآن. إذن أنت هاربة من بلدك، أليس كذلك؟ هيا، إنني ذكية جدا، أخبريني بالأمر. واضطرت جيلدا أن تحدثها عن رحلتها. لا شك أنك غبية حقا، لماذا تبحثين عنه هذه المدة؟ لما لا تتركينه وشأنه؟ ولكن أنت تحبينه، ومع ذلك لو تنسيت هذا الموضوع لما عانيت من شيء. أنت غبية، غبية جدا. نعم، كم أشعر بالأسى عندما أرى أمثالك. كيف تبحثين عن شخص لا تعرفين إن كان حيا أم ميتا؟ كيف؟ إنه ما زال حيا. ما زال حيا؟ أين هو؟ لقد أخبرتني الحمامة بأنه ذهب إلى موطن ملكة الثلج. ملكة الثلج؟ أتعرفين مكانها؟ لا. نعم، هل بعثت في طلبي؟ أتعرف بلاد ملكة الثلج؟ أجل، إنها بلاد تدعى لابلاند، وهي مغطاة بالجليد. هيا بسرعة، تريدين البحث عنك، أليس كذلك؟ هيا اذهبي بسرعة، فلا أريد رؤية وجهك بعد اليوم. خذي، سأعيد هذا إليك، وسأحتفظ بالثوب،
مقابل هذا الغزال، ما رأيك؟ أتوافقين؟ شكرا لك. وهكذا انطلقت جيلدا إلى بلاد ملكة الثلج بغية إنقاذك. لن أستطيع التقدم أكثر من هذا، سأموت إذا ما تقدمت أكثر، فاعذريني. شكرا لك. أتمنى لك حظا سعيدا، أرجو أن توفق في إنقاذك من ملكة الثلج. أها. سرعان ما ارتفعت كلماتها إلى السماء، فاستجاب الله سبحانه وتعالى لدعائها. الحمد لله، الحمد لله. نادت جيلدا بأعلى صوتها وبكل قوتها. كان جسم كي قد تجمد نتيجة بقائه في الثلج لفترة طويلة، فلم يعد قادرا على الرؤية بفعل أجزاء المرآة العجيبة. جيلدا! جيلدا! أنا هنا يا جيلدا! أنت جيلدا؟ هذا مستحيل، لا شك أن أحدا يخدعني لأنني لا أستطيع الرؤية بعيني. كي، هذه أنا جيلدا. أصابعي عديمة الحس. هذه آلتك، اسمع. هذا لحن فعلا. إذن أنت جيلدا حقا، أتيت لتنقذيني. عيناي، أستطيع أن أرى الآن، أستطيع أن أراك يا جيلدا. وخرجت قطعة المرآة العجيبة من عينه من شدة ما ذرف من دم. كم أنا سعيدة جيلدا. أنا سعيدة يا كي. أدفأت دموع جيلدا قلب كي وأنقذته من بلاد الثلوج. هيا هيا يا جيلدا، انتظر. كانت يا فتاة، كيف تجرؤين على دخول القلعة أثناء غيابي؟ ماذا أنت فاعل يا كي؟ أتظن أنك تستطيع الابتعاد عني؟ كلا، لن تقدر على ذلك أبدا. وتضرع الاثنان إلى الله تعالى كي ينقذهما من شرور ملكة الثلج، وفجأة كذا ذابت ملكة الثلج وانتهت شرورها، وعاش كي وجيلدا بسعادة وهناء،
متعلمين من تلك التجربة القاسية كيف يحبان بعضا ويحبان الآخرين، وأن الخير يستطيع أن يقهر الشر مهما طالت ظلمته.